السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في قناة يومياتي أنا وعائلتي. قبل ما نبدأ ما تنسوش تدعمونا باللايك والاشتراك في القناة. أخبارنا النهاردة هتكون عن الفنانة الجميلة دلال عبد العزيز، اللهم اشفيها وعافيها. وهنتكلم في الخبر عن إيمي سمير غانم تثير القلق على صحة والدتها الفنانة دلال عبد العزيز. السبب وراء غياب النجمة دنيا سمير غانم عن حفل افتتاح مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة. قبل ما نبدأ هنسمي بسم الله ونصلي على الرسول. أثارت الفنانة المصرية إيمي سمير غانم القلق حول صحة والدتها الفنانة دلال عبد العزيز التي تعاني من تدهور كبير نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد منذ نحو شهرين تقريباً. ونشرت إيمي سمير غانم صورة لوالدتها في شبابها عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وعلقت عليها وقالت: أرجو الدعاء لأمي، تعبانة جدا يا رب. وهو الأمر الذي أقلق جمهورها، خاصة إنها طوال الفترة الماضية كانت بتكتفي بالدعاء فقط دون أن تكشف عن وضعها الصحي. وتفاعل معها عدد كبير من الفنانين الذين حرصوا على مساندتها، من أبرزهم الفنانة سوسن بدر وأحمد زاهر وريهام أيمن وشيكو ورانيا ياسين ودارين حداد وإناس عز الدين وغيرهم. أما بالنسبة للنجمة دنيا سمير غانم فغابت عن حفل افتتاح مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة، حيث اعتذرت بسبب الحالة الصحية لوالدتها الفنانة دلال عبد العزيز ووفاة والدها النجم سمير غانم، واكتفت بتصوير فيديو عرضته إدارة المهرجان في حفل الافتتاح. وقالت دنيا سمير غانم في الفيديو: بعتذر لعدم حضوري، أنا موجودة جنب ماما طول الوقت وما قدرتش أكون معاكم، شكرا لكل حد دعمنا حتى ولو بالدعاء. وحرص عدد من الفنانين على توجيه رسائل لها عبر التعليقات. ونشرت دنيا وإيمي سمير غانم خلال الأيام الماضية 4 بوستات جعلت الجمهور مترقبا لحالة دلال عبد العزيز يوميا ويدعو لها بالشفاء العاجل. وكتبت دنيا سمير غانم بوست عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام قائلة: والله العظيم دعائكم هو اللي بيصبرنا ومخلينا نقدر نقف على رجلينا عشان نساعد ماما، هي لسه في العناية المركزة وما تعرفش حاجة عن بابا، حالتها لسه ما تسمحش اننا نقول لها خبر زي ده. شكرا جدا، ربنا يخليكم لينا ويرحم بابا ويصبرنا على فراقه ويشفي ماما يا رب. كما استعادت الفنانة إيمي سمير غانم ذكرياتها مع والدها الراحل الفنان سمير غانم ووالدتها الفنانة دلال عبد العزيز من خلال نشر عدة صور لهما عبر حسابها على انستجرام. ونشرت الفنانة إيمي سمير غانم 3 صور عبر حسابها على انستجرام، الأولى في مرحلة الصغر وهي تقبل والدتها الفنانة دلال عبد العزيز، وصورة أخرى تحتضنها، وأخرى مع الفنان سمير غانم، وعلقت عليهم: يا رب. كما نشرت الفنانة إيمي سمير غانم صورة مؤثرة من خارج غرفة والدتها الفنانة دلال عبد العزيز داخل المستشفى التي تعالج فيه من تبعات الإصابة بفيروس كورونا. واحتوت الصورة التي نشرتها إيمي سمير غانم عبر خاصية ستوري بموقع انستجرام على عبارة مؤثرة تم كتابتها على ورقة وعلقت على باب غرفة دلال عبد العزيز: المريضة لا تعلم أي شيء عن زوجها، في إشارة إلى عدم إخبارها بوفاة الفنان سمير غانم منذ أيام حتى لا يؤثر ذلك على صحتها النفسية. يشار إلى أن دلال عبد العزيز أصيبت بكورونا في مطلع مايو الماضي ونقلت إلى المستشفى بعد تدهور حالتها الصحية وشعورها بضيق في التنفس مما لزم الأمر لتكون تحت أجهزة التنفس، ورغم سلبية مسحتها حاليا إلى أنها تعاني من آثار الإصابة بكورونا على الجهاز التنفسي والرئتين. وفي النهاية نتمنى الشفاء العاجل للنجمة الكبيرة دلال عبد العزيز. وبكده تكون أخبارنا خلصت من قناة يومياتي أنا وعائلتي، ومعاكم دايما بكل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.